السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا حنا كنتواجدوا في شارع الجيش الملكي. خليكم معنا ما تمشوش بعيد، غادي نفرجوكم شنو يمكن لكم تلقاو في المدينة الجديدة ديال شارع الجيش الملكي من الصناعة التقليدية ديالنا. ها لادريس ديالو، ها الاسمية ديالو، اللوكاليزاسيون ديالو كيجي ما بين فندق زهرة الجبل وما بين فندق رمادة. الحوايج اللي كيمكن لكم تلقاو الا جيتو لهنا وكنتو كتقلبوا عليها، كل شيء غادي يمكن لكم تلقاوه، من الساك الدرة البلغة والأثمنة راها جد مناسبة. يمكن شي واحد تكون عنده شي حفلة ديال عيد الميلاد وما يبغيش يهبط حتى للمدينة، يمكن يكون شي واحد دايز وباغي يتفرج، راه كيتواجد حتى فندق زهرة الجبل وما بين فندق رمادة. راه هو من احد الخبراء في الصناعة التقليدية، وكما كتشوفوا المنتوجات ما عندوش شي حاجة اللي ماشي هي جيدة. هذه النقرة ديال 925 كارة، المصنوعات الجلدية، الفانوس ديال علاء الدين يمكن تحكو ويطلع معك الزهر. هنا المرايات ديال العظام الجمليين، ها البراد، ها الصينية ديالو الفطة، هادو الطرس الفاسي، هنا هنا يمكن نكون ولاد فاس، يمكن نكونوا من الدار البيضاء، يمكن نكونوا مغاربة من المغرب كامل. وكنسولو يمكن هاد المحل فين كاين، راه كاين ما بين فندق زهرة الجبل وفندق رمادة اللي كيتواجد في المدينة الجديدة، واللي تنساو له الاسماء ديالو يمكن يسولي على رويال ميراج وغادي يوصل. هنا ها المججات، الله يرحمك المعلم ولد بلادي، ها بلادنا شنو كتصنع، ها البلاد ديالنا شنو كتصنع، الحمد لله والشكر لله. ها الفخار فاس مفطط، ها الخدمة ديال الدمسكيني، ها العشاق الخنجار، ها البلغة، هادي الفاسية وهادي لي فوسط، هادي لي فوسط الشلحة البربرية وهادي السيسية. هنا اللي كيحب لونتيكيتي والكوبي د لونتيكيتي، ومرحبا بكم عند هذا السيد، راه طيب وعنده الأثمنة. هذا البلو ديال فاس، الزرق د فاس، غادي تكون عندنا إن شاء الله الرحمن الرحيم زيارة يوما ما المعمل، ولكن ما عرفناش، يمكن شي خطره نبغيو شي طاجين، نبغيو شي هديه، يكون عندنا شي حفل شي حاجه وما عندناش الوقت، راه التوقيت من 9 ونص الصباح حتى ل 8 د العشيه في هذه الحاله دابا د الوباء الله يهزو علينا، ولكن من بعد غادي يكون حتى ل 10 د الليل. هنا هنا
الخطران ديال التاج معتي، الصنعة ديال البلود فاس، هنا ويمكن هذا السيد هذا في شارع الجيش الملكي ما بين زهرة الجبال و اوتيل رمادا. الا كان الانسان بغى شي حاجه لينيه كبيره، لا من اللمبة ولا من الفخاره ولا من التريه، راه عنده واحد المساله سميتها لاكاف ديال علي بابا، غادي يمكن له يفاجئكم ويوريكم حويجات اللي نتوما غتنبهروا بهم. هنا هاي جايز، this video what I did I'd like to share with you. We are at Fez Morocco in the new city, not in the old city. It's located this place between Hotel Royal Mirage and Hotel Ramada Avenue Defar. Never ever if you get a chance to come to Morocco and you be in Fez and you want to see the goods, is situated between Ramada Hotel and Royal Mirage. They have the good lanterns like you could see here. They are old handmade, the material, but some people they ask me made from gold, is not, is made from bronze and bronze. Look at the goods. And even this beautiful ceiling has in the shop, if you want it, they could make it for you by order. They could make it for you by order the ceiling. Look how it's good. Thank you very much for follow us. I wish all the best and I wish you have a nice stay in Morocco and nice holiday. شكرا للمتابعين ديالنا وإلى فيديو ثاني إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Have a good time. Cheers.